هاي مشاهدينا، مكملين معكم ام تي في الايف، وصار وقت فقره ميدان لبنان. رح نتعرف اليوم على ريتا عبود، ورح تعرفنا على ريشا اللي هي هالبراند اللي عم تعملها. ريتا هي ارتست بتحب ترسم وكثير تالنتد، وحولت هالهوايه لشيء حلو، لشغل كثير حلو عم تعمله. رانيا ما تبلشي. هاي ريتا، كيفك؟ هاي باميلا. رانيا بتحب فكره ميدان لبنان، فعطول بتحب تجي تشوف مين الضيف عندي وشو الاغراض اللي عندنا. هلا بتجي بعد شوي بتفوت تشوف الاغراض نحن عم نشوفهم. ريتا، انت ارتست وبترسمي، مع انه عامله شيء كومبليتلي مخصصه بالجامعه، درست شيء ثاني، بس حولتي هوايتك اللي هي الرسم لسمول بزنس كثير حلوه، اغراضك كثير حلوين وعم ترسمي. خبرينا شوي اكثر، كيف طلعت الفكره انك تحولي هالهوايه لسمول بزنس؟ أول شيء باميلا thank you for having me. أنا كثير مبسوطة أنا معكم اليوم. ولخبركم أكثر عن ريشا، أنا شخص كثير كرييتيف من قبل، ورغم إنه مثل ما قلت أنا درست ميجر ثاني كومبليتلي، بس عندي دائما شغف لأعمل قصص كرييتيف وارتستيك، إن كان لوحات أو قصص هيك مهضومة وحتى عندي بالبيت كانت دائما. فعطول هيك حس بتعطي هيك انرجي حلوه بالبيت والعالم بتسالني عنه، فقلت ليه ما بعمل ايتمز حلوه بتنحط ببيوت العالم وبتعطي هيدا الانرجي الحلوه، وهيك بلشت بريشا. كثير حلو، قد ايه لك عم فاتحه عامله ريشا؟ يعني عم فكرتي انه تحوليها لهيدا البزنس؟ هلا نحن طلقنا اول برودكتس من شهرين تقريبا، بس انا اكيد إلى فتره كنت عم بحضر الايتمز والديزاينز وعم بشتغل على الفكره والكونسبت. يعني بعده شيء جديد هلا، نيو بيبي يعني اذا بدنا نقول الشغل اللي عم تعمليه. يعني ريشا البراند هي هلا من شهرين طلعت. مزبوط، هي من شهرين. اذا بلاحظ بشغلك هلا اكيد حنفرجي المشاهدين اكثر، بلاحظ انك مش بس بترسمي نوع واحد، يعني مش بس بنتور، بترسمي على الخشب على ازاز، يعني عندك كل انواع الرسم تعمليهم، مانك محدده بنوع واحد. مزبوط، انا بحب اشتغل قصص ديفرنت لحتى يعني يكون عم نقدر بالايتمز تبعنا نرضي ذوق الجميع. يعني في ايتمز بتتاخذ از جيفتس، قصص صغيره، في ايتمز بتكون ديزاينز معموله بتنعرض كمان بالبيوت. وبتعملي قصص كاستمايز اكيد، يعني اليوم في كثير اشخاص صايره بتحب الاشياء الكاستمايز حتى ببيتها، اكيد انت بتعملي اشياء كاستمايز. مزبوط، يعني في قصص بتنعمل كاستمايز وفي قصص بتكون ديزاين ريدي باي اس هاند بينتد وبتنعرض كمان للي بحب. من وين بتجيك الانسبريشن اليوم ريتا؟ الواحد اذا بده يقعد يرسم بعرف انه الرسام والفنان بيجي بيشوف شغله بيجي له منها انسبريشن، بس هلا عم بيقطع معنا صور حنشوف انه كيف كل شيء عامله، يعني مزبوط. بيختلف عادة، واحد بيكون مركز على نوع واحد من البانتور، انت لا عندك اياها اوبن، بتشتغلي على كل شيء ديفرنت ستايلز، كل شغله بتنعمل بطريقه معينه، التابلويات اللي بتنرسم غير اللي بينرسم على الازاز والى اخره. كيف بتبلشي تاخذي الانسبريشن تبعك؟ مزبوط، هي اول شيء الانسبريشن بتجي من كل شيء حوالينا، يعني كل شيء بنعيشه اون ديلي بيسس. من هيك اوقات بتشوفي ايتمز يمكن مهضومه بتنعيز كل يوم بالسياره او كيتشين، عرفتي؟ وكمان في ايتمز انا بكون مثلا في هيك شيء مثلا حابه اعبر على لوحات اكثر، فبشتغل قصص ثانيه كمان لوحات وهيك. قد ايه بتفشي خلقك انت عم تشتغلي؟ كثير. بتحسي حالك مرتاحه؟ واحد وقت يشتغل بالبانتير وبالالوان بيقولوا قد ايه واحد بيطلع طاقه، خاصه اذا كان حدا عامل ستريس، بتروقي بالك، بترسمي، بتفوتي بعالم الالوان. رح نبلش نشوف شوي الاغراض اللي جايبتي لنا اياهم، بديك نبلش بالتابلويات لانه نحديك واكبر شيء، نرجع ننزل لعندي. اوكي. لكن عم تعملي تابلويات مرسومين، هيدا شو البانتور العادي؟ هيدا هيدا اكريليك بينتينج اون كانفاس. حلو كثير هيدا. يس مزبوط، هيدا ابستراكت رياليزم بيقولوا هيدا الستايل اوف بينتينج، يعني فيه صوره واضحه وات ذا سيم تايم فيه الوان. مزبوط، تقريبا الالوان قريبه منهم للتابلو الثاني اللي عملتيه. مزبوط، هيدا كمان بينتينج كمان اكريليك اون كانفاس وكمان نفس الستايل تقريبا. اوكي. اكيد نحن عنا ديفرنت ستايلز، في كثير قصص ثانيه بس فيهم بعدين يشوفون شوي شوي عم ننزلهم على البيج. على البيج اكيد. اوكي، رح نرجع ننتقل على البانتور اللي بتعمليها على الازاز. قلتي لي هلا كمان قرب موسم كريسمس، انت جبتي لنا حتى اغراض كريسمس، عن جد كيف قطع الوقت ما بنعرف، صرنا فجاه بكريسمس وعم نزين. الرسم اللي على الازاز كمان حدي كثير حلوين، السابان كثير ريماركبل، كيف هيك كمان واحد اليوم
في عالم بابا تحب كثير اذا كانوا بمكتب او شيء بدهم جو كريسمس، بس بنفس الوقت مش رح يحطوا كريسمس تري او اضاءه او لايتنج، فعلى طول بيجيبوا سيمبولات صغيره كرمال ينحطوا، واللي بحسهم فكره كثير حلوه ينحطوا باوفيس او يمكن حتى بالبيت ديكوريشن. هذا السبان لحديك مزبوط، هذا السبان. هلا نحن بنجرب كثير نشتغل، يعني انا بجرب اشتغل على الايتمز بطريقه يونيك، انه يكون الايتم منه كثير منشف، لانه اليوم صارت القصص كثير ترندز والايتمز والماتيريالز، فهيدا الشيء اللي بجرب اعمله. فمن هيك هلا عم بشتغل على بينتينجز عازز لكريسماس، هول الكبار، في كمان كريسماس تريز صغار. حلوين الكريسماس تريز الصغار، فيني نشوفهم شوي اكيد ريتا، بس هيك تفرجيهم على الكاميرا لنشوف الديتيلز. اوكي هلا انا بقول عني كلومز، يعني معقول كسر بس مش حكسر لك اياهم. اوكي رح احط ايدي هيك من ورا لتشوفوا ريفلكشن الالوان شو حلوه، وفي النقط الصغيره اللي عملتيهم هيك هيك. اوكي هيك بينت، عم لك طالعة حلوه ورا الالوان. مزبوط، هلا هي معموله الازازه والستاند لحدا اذا بده ينقلها او شيء، او حتى بال اوكي بالدليفري. مزبوط، تتوصل تكون مرتبه يعني. اوكي سو هن تو بيسز وبنحطها على الستاند. مزبوط 100%. في عندك رح نشوف هون هذا الشيء كثير بحبه انا، وبحس انه بيعطي كثير مود حلو بالبيت. بتحط فيها شمعه وبتدور وبتعطي ريفلكشن الالوان كلها وقت نضوي الشمعه. هلا ما رح تبين معنا. مزبوط، بس اكيد بالعتمه وقطعت صوره معنا بالاول اللي هي هاي، وكانت مضويه وشفنا ريفلكشن تبعها قد كانت حلوه. هذا اللوتس فلاور. مزبوط، هذا لوتس هارموني اسمه، لوتس هارموني. بتتدور الشمعه بتنحط جواتها من جوا ومضويه، واكيد بتعطي مود كثير حلو اذا كان عندنا دينر وقاعده برا. هيدول اللي بيعطوا مود كثير حلو بحس بالبيت. في عندك التابلويات الصغار اللي عم تعمليهم. مزبوط، ولا ميني بينتينج. هيدي الصوره هيك وقت تكون مضويه بالشمع عليك شو بتعطي حلو. مزبوط، حتى بس تضوي اذا في اناره بتعطي ريفلكشن صغيره، كل ما توطى الاناره بتصير تكبر الريفلكشن اكثر. اوكي في عندك تابلويات اللي عم تعمليهم على صغير، اللي بحب التابلو الصغير. هون شوي رايحه على مود بينك اكثر، وهذا مود بلو. كمان بنعمل بينتينجز صغيره اذا حدا ما بده يحط شيء كثير كبير، بنفس الوقت عباله يحط بينتينج، هو اللي بحس الحجم تبعهم كثير حلو ان كان مبروم ولا سكوير. مزبوط. في عندك غير تابلويات هولي؟ على فكره حسيتك بتحبي كل شيء خاصه بلبنان، يعني بتجربي تاخذي سيمبول لبناني، هذا سيمبول الشف اللي كلنا بنعرفه. خرجي تاخذ جيفت. هولي بيجوا ست مع بعض. بيجوا ست، اوكي. ما بعرف كيف حنقدر نفرجيهم. رح نعملهم هيك. بجا انا معي اذا بدك بتساعديني فيهم. سو هيدا سيت اوف 3 ولا بنحطه مع بعضهم حق بعضهم. هيدا الشباك اللبناني مبين من ورا القنطره، وهيدا سيمبول الشفه. وايه في امل؟ مزبوط، ان شاء الله يكون في امل. دائما يكون عندنا امل، ناطرين وكثير متفائلين. لا كريسمس ديكوريشن ريتا كمان شو عامله هونيك؟ فرجينا اياهم، خبرينا شوي اكثر. اوكي في عندنا على خشب عم هوليك رسمتين. مزبوط، هلا لكريسمس هلا اكيد عم ننزل قصص اكثر، مبلشين باورنمنتس. في عندنا سيتس ريدي افيلبل ديزاين، وفي عندنا كمان اورنمنتس كاستمايزبل، يعني شو ما بده ينكتب جمله او ديزاين معين او اسم فينا نحن ننفذه اكيد. وفي عندنا هولي بيجوا دور ساينز بيتعلقوا على الباب. اوكي حلوين هول الكريسماس. في عالم بلش تزين على فكره من هلا. ايه هلا عم بتبلش تنزل. كثير عالم بتحب تزين من اول نوفمبر، من نص نوفمبر بحسوا انه دغري بدهم يفوتوا بجو كريسماس. وهيدي وحده ثالثه اذا مبينه، فيهم ينحطوا كمان على كل باب اكيد. بدها تزين بيني وبينك. ماري اند برايت هولي لكريسماس. في اشياء كمان مهضومين هولي للسياره. مزبوط هولي للسياره. اوكي كمان على خشب عم نعمل، عامله ديزاين جود فايبس، حلوه هيدي كثير جود فايبس. من وين عم بتجيب الكوتس؟ Probably late for something. Probably يعني late for something. في قصص اوقات بتشوفي مثلا جمله او بتكوني سمعتيها، او انه افكار معينه، يعني حدا بيكون على طول بيتاخر كذا، انه هيك من حياتنا اليوميه يعني. اوكي better days ahead hopefully. انا هيك عكس العالم، وكاتبة عكس العالم بطريقه مهضومه انه بالمقلوب. وفي my driving scares me too للاشخاص اللي بتسوق بطريقه
مجنونه مش نورمال او مجنونه. واكيد هون فينا نحط الكوت اللي بدنا اياه والرسمه اللي بدنا اياها. هول كاستمايزبل كي تشينز على طول لهم حصه معنا، ما في حدا ما بده كي تشين، وحتى الاسامي عليهم فينا نستعملهم حلق. توني اليوم معلق على الحلق. اوكي، حتى ديت من ورا كمان اذا حدا حابب يحط ديت او في شيء ميموري او عيد ميلاد كمان بنعملوا الكي تشينز وبنحط عليهم الديت من ورا، وصغار وخفيفين ومريحين. هذا شو؟ هيدا بوك مارك. بوك مارك كمان كاستمايزبل، يعني اذا بدهم يحطوا اسم او كلمه معينه، جمله او حتى ديزاين، فينا نساعدهم نحن اذا في شيء براسهم يعني نساعدهم نطبقه. والشيء اللي كثير مهضوم وتركته للاخر لانه عن جد فكره كثير حلوه، اللي هن الماجنت تبع البراد، هول كثير او البست سيلرز عم بيكونوا كثير حلوين يعني. بلا حب بلا بطيخ. رانيا هيدا الك. بلا حب بلا بطيخ عراسي مع الطربوش، I love لبنان مع البريق، كلهم موتيفات خارج لبنان، توت توت على بيروت. هلا اكيد معلقة تجي دغري استلق من تحت بوجور. هاي يعطيك العافية. لكن عندك اثنين بلا حب بلا بطيخ. انت خليكي بالحب، انا بلا لان انا ورانيا خلص هيدي لإلنا. ايه بلا حب بلا بطيخ كوبل. رحنا اليوم دينا علينا. شو رايك بالغراض اللي عم تعملوا؟ بلا حب بلا بطيخ. شو رايك بالغراض اللي عم تعملون ريتا؟ روعه على فكره، كنت عم بتطلعوا خصوصي لكريسماس قد ايه حلوين، كمان جيفت هلا لكريسماس بجننوا. يعطيك العافيه. والبينتينجز كمان كثير حلوين. خلص ما راح اخركم، انا راح روح احطها ببين بين وترجع وعيش. باميلا بس في شغله انه هول الفريج ماجنتس وحتى الكار تشارمز، في كثير ديزاينز ثانيين على البيج اكيد. بعد كنت عم تقولي لي انه هيدا الشيء الهوبي اللي عندك اياه بدك كمان تخلي العالم تستفيد منه، بدك تعملي ورك شوب. مزبوط، انا عم بنطلق هلا بورك شوب بمنطقه كسروان، وقريبا جدا رح نبلش ورك شوبس بالمتن. أوكي. فاكيد يلي بهمه فيه يتواصل معنا، اول ما نطلق الورك شوبس بنعطيه الانفورميشن. اوكي، ذاتس فيري نايس ريتا، عن جد غراضي كثير حلوين، وحلو انك تخلي العالم تستفيد من هالموهبه اللي عندك اياها. البيج على انستغرام هي ريشا صح؟ قطعت معنا ريشا دوت ال بي. اذا حطيتوا ريشا ولا دوت ال بي يمكن ما تلاقوا البيج، سو اهم شيء نحط الدوت ال بي تتفوتوا على البيج تبع ريتا تشوفوا كل شيء عم تعملوا. الديزاينز اللي ما كانت موجوده معنا اليوم اكيد موجودين على البيج، بتفوتوا بتسالوها في شيء معين حابين تعرفوه، اوردر تعملوه، شيء رسمه معينه عم بدكم تعملوها بينتينج او حيلا شيء من الاغراض اللي شفناه هون، اكيد فيكم تتواصلوا مع ريتا. وحتى كمان كرمال الورك شوب اللي بده يصير قريبا، اللي حابب انه يعمل هذا الشيء كمان تقدروا تتواصلوا معها على انستغرام. وفي باميلا نحن حبينا هيك نعمل لك شيء بيرسونلايز لك. ثانك يو ثانك يو. اوكي هيك كمان بنكون فرجينا الباكجينج تبع الهدا. ثانك يو ريتا سو ماتش. حتى نشوف شو طلع لي قبل ما يخلص الوقت. وكثير حلو وكثير مرتب وبيطلع معه كارد كمان خرج جيفت. يعني اليوم بتعرفي الاشخاص عم بتحب تاخذ لبعضها جيفت كاستمر. يلك شو حلو. اوكي هذا للسياره كثير حلوه. ثانك يو ريتا. وبوك مارك عليه اسمي والديتيلز اللي حطيتيها كثير حلو، كيف انه حاطه البابلز كرمال ما يتكسروا. اكيد. وهذا البوك مارك مع اسمي، وهيك بكون عندكم فكره اذا عبالكم تاخذوا لحدا كادو كيف بيكون. ريتا ثانك يو سو ماتش، كثير انبسطنا فيكي وشغلك عقيد. رح ارجع على تكون البيج اللي هي ريشا دوت ال بي، اللي حابب يفوت يسال او ياخذ انفورميشن اكثر من ريتا اكيد فوتوا على البيج هلا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفقره لليوم وحبيتوا الاغراض لانه نحن صراحه حبيناهم كثير. هذا كانت فقره ميد ان لبنان، رح ناخذ فاصل ونروح على فقره كوكينج.